أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية منذ بداية العام الجاري لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية. في إطار سعي مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية العام الجاري عدة مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية. مذكرات التفاهم والتعاون المختلفة وقعتها الهيئة الاقتصادية بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة وشرق بورسعيد لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية. 6 مذكرات هامة وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة، والتي ستبلغ حال تم الانتهاء من دراسات الجدوى وتحولها لعقود فعلية لأكثر من 10 مليارات دولار. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت أن مذكرات التفاهم تمر الآن بمرحلة دراسات الجدوى تمهيدا لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27 نهاية العام الجاري بشرم الشيخ، وتجري الاستعدادات الآن على قدم وساق لتجهيز مناطق صناعية بمنطقة العين السخنة لاستقبال تلك المشروعات الضخمة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ميناء السخنة الذي يعد أكبر موانئ البحر الأحمر. مقومات وإمكانات عدة تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على رأسها موقعها الجغرافي وموانئ مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط تؤهلها لأن تكون مركزا محوريا إقليميا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية، وأن تصبح قاطرة للجهود المصرية في مجال الطاقة النظيفة.